يعني ده كان السؤال يتعلق بآليات المصالحة في أبعادها الثلاثة. أظن أن الأمر يقتضي منا أن نعود إلى إعادة تعريف التطرف العنيف أو التطرف بشكل عام ثم التطرف العنيف، حيث أنه عملية أولا تتم ذهنيا معرفيا كونيتيف، إذن التعامل معها يقتضي تأهيل الذين سقطوا في يعني في خاخ التطرف العنيف، معالجة فكرية، معالجة حوارية، معالجة تأهيلية على المستوى الفكري بما يشمل الدين، القيم، الثقافة، حقوق الإنسان، لأن حقوق الإنسان أيضا محورية جدا، لأن هي إذا أردت الفاصل بين الكونية والخصوصية، ومن هنا يعني النبذ أو القبول في التعايش داخل مجموعات تختلف معنا، يعني جد مهم هذا الموضوع. الجانب الثاني هو يرتبط بتمثل الذات، سواء الذات الفردية للشخص يعني تجربته الشخصية، أو تمثل الذات الجماعية كيف يتمثل هويته باعتباره مغربي أو عربي أو مسلم حسب الامتدادات التي يشكلها لنفسه. وطبعا الاشتباك داخل هذه العملية تقتضي طبعا معالجة فكرية نفسية في نفس الوقت، حيث أنه أحيانا تجد على أن الشخص يميل إلى أو يسقط في فخاخ التطرف في لحظات في يعني حاسمة في مساره الفردي. هناك جانب جد مهم اجتهدت فيه المملكة ويعتبر متميز، هو لدفع الشخص للتصالح مع الذات يجب أن يقبل بوضعه كسجين. هذا يقتضي طبعا معالجة الشخص يفهم الأسباب القانونية، التزامات المملكة، الفعل الذي ارتكبه، بحيث أنه هناك تطورات أيضا في القانون، بمعنى أنه 2014 إلى 2013 ماشي 2015، يعني خلال فترة معينة ظهرت جرائم فرعية أخرى التحقت بالجريمة الإرهابية، مثل التحاق بمناطق التوتر، جريمة الإشادة ربما قبل 15 سنة 20 سنة لم تكن ضمن، وهذا جاء طبعا بعد مذكرات لاهاي مراكش، وطبعا الممارسات الفضلة التي استصدرت أيضا في مذكرة الرباط من طرف المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب. هذا الجانب هذا كله ثم التشريعات المغربية، هذا الجانب جعل البرنامج واللجنة العلمية للبرنامج تفكر في إضافة تأهيل قانوني وحقوقي، ولقي نجاحا واسعا، بحيث أنه أشخاص كثيرون قد يستمروا في عدم الرضا بسنوات التي حكم بها، لكنه يفهم لماذا هو دخل في خانة المخالفين للقانون ضمن قانون يسمى قانون الإرهاب. هناك جانب آخر يعني جد مهم، هو أن هذا الشخص تتعامل معه ليس فقط على أنه سيستمر دوما داخل السجن، يعني في يوم من الأيام سيغادر السجن وسيحتاج إلى الكسب الحلال، إلى الخروج إلى العمل، فهنا أحدثت مصاحبة سوسيو اقتصادية لتأهيلهم في اختيار وطبعا تمكينهم من القدرة على اختيار برامج حياتية ناجحة، يعني بعد مغادرة السجن، سواء في الجانب الاقتصادي، في الاجتماعي، طريقة العودة، الانتظارات التي سيجدها إلى غير ذلك. يعني ثم هناك عدد من الأنشطة الموازية مثل البستانة، مثل بعض الأنشطة التقنيات النفسية، مثل الرياضة إلى آخره، يعني ترافق هذا الجانب، وهذا يعطي طبعا في مجموع هذه الوصفة أو هذه الوصفة الكيميائية التي نسميها مصالحة.